دوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورها يا جمعة. احنا هنعيده تاني يا براء. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطا؟ شغل السين والجيم والاسئلة الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حقي اعرف كل كبيرة وصغيرة عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسألك رايحة فين وجاية منين؟ أبانا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه معليش الصوت؟ يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه ما انت لو كنت جاوبت من الأول كنا خلصنا. أفهم بقى، شك ده يعني ولا غيرة؟ يعني إيه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغله يراقبني في الراحة والجاي ويقولك أنا بروح فين وباجي منين. مطر بقولك إيه؟ ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيرة هاخدك من ايدك كده وهديك على الدولاب. وايه داخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحنبلي كده، اصبر شوية. ايه رأيك؟ ايه هو ده؟ اصل انا حبيبي فكرت لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجة تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجة تبسطك. ايه رأيك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطرة ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. يا دي رمانة، احنا مش هنخلص من الحدوته دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمره، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب ملهاش ولا اثر وقافله تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل اكتر من طاقتها، عامله زي السد العالي، لو حملنا عليها اكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطه ميه. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استاذن معاليك بوسي السد. ارد؟ لا خلي السكرتيره ترد. الو يا بوسي. يا روح ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 الله، يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيليب ايه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومه عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها. ما تكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخص على الحكومه، هم مش عارفين هي شغاله مع مين. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل، ايه المفاجآت الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش وقلت اسأل انا. اصيل اصيل، اصل انا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها والحوارات اياها دي. والكلام كله بتاخد منه ملاليم وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. انت عارف يعني مصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعض فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وتدلعها يا فندينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حاج. طيب الليله دي انا مزنوق في غدران. اتغيرت قوي يا فنجي. بص عليك يا بنت اتغيرت. يلا يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاكره هتتخلع في ايه.
بتقوله سيب الاكره. ما هو غاوي اكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وش بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه عن اللي حصل من خاله بدران؟ وطبعا انت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. قمصان نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيح لي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها، تحلبها لغايه ما تجيب البطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحة بقى أنا اللي شايف إنك مكبر دماغك حبتين وتلاتة لحد ما هتلبسنا في حيطة. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟ شفت الفال المنيل؟ شفت؟ إنما أنا لما حسيت منها بحاجة غريبة اتدبقتها لحد ما هرشت وساخت أمها. استعملتها لصالحنا. وانت برضه يا حاج هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني. معقول معلم ابو سنه يعمل كده؟ والسوق كمان بيلسن بكلام مش عاجبني. عشان كده سالتني سمعت حاجه ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجه. وحصل منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا بدران، عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفه ايه؟ المهم انا عارفها كويس، اللي هيدوس لها على خيالها هتفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايزه. وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مكدرك على الاخر. مش حكايه الخيال بس اللي مكدرك.